وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا. إنني أصلا عاجز عن البيان، جرت دموعها رحمة لنا. رحمة لنا له كلام كثير، أي تلك الدموع التي تجري من هذه الأعين، رحمة للضلع المكسور، لمحسن الذي سقط، لضرب الهامة التي فلقت، للحلق الذي استهدف بالسهم. جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب. لكن أية قلوب؟ تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا. هذه هي المصيبة. هذا كلام من؟ تأملوا فاحترقت لنا. ماذا حدث؟ ماذا جرى؟ هذا العزاء لا تظنون أنه شيء قليل. احترقت لنا، لو احترقت الدنيا فهو لا يزال قليل. هل تعلم ماذا حدث؟ الويل للذين يريدون خدش هذه الشعائر. اعلموا إن أصغر كلمة تؤدي إلى تضعيف الشعائر الحسينية إنما تكسر ظهر خاتم النبيين. كل هذا العزاء، كل هذا اللطم، كل ضرب السلاسل، هذا يجب الحفاظ عليها بالحد الأدنى. القضية ليست ملعبة. هذا كلام من؟ وارحم الصرخة التي كانت لنا. هؤلاء الجهلة يتفوهون بالخزعبلات حينما يقولون لا تعلوا صوتكم بالبكاء.